حلو يعني ميه حلوه او ما اخذتها اللقطه يسعد ربك مع توفيق توفيق يلا توفيق في حلو 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 يلا عرض لك حلوه بسرعة اخذت هاللقطة يسعد ربك مع توفيق توفيق حلو 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 يلا عرض لك حلوة ليش مضبوط؟ وين الزلزال من اللاعب؟ هاي الجول نكسر معك لما يجوا يلعبوا خلينا هم شغالين كور يا صايب يا عمي خمس كور طب هي اربعة في كورة غلط ايش يا عبد الله؟ طبعا احنا الحمد لله كمان كم يوم يعني في 24/6 هنغادر القطاع بمنتخب يمثل أكاديمية المحترفين في بطولة باريس الدولية. طبعا هاي البطولة بشارك فيها حوالي 80 دولة، لأول مرة فلسطين وغزة ستشارك في باريس، وهذا شيء يعني فخر لنا انه نرفع علم فلسطين في باريس. طبعا إن منتخب نخبة من 17 لاعب من أندية قطاع غزة، ان شاء الله احنا هذه النخبة امنيتنا انه احنا نحصل على البطولة فيهم لانهم لعيبة من احسن اللعيبة الموجودين في القطاع. والاستعدادات احنا طبعا في شهر رمضان كان استعدادات كبيرة، 5 تمارين في الاسبوع، وهذا دليل انه احنا جديين جدا في انه نحصل على بطولة باريس. فان شاء الله بنوعد الجميع انه احنا خلال البطولة نكون احنا ماخدين كأس البطولة ان شاء الله. اليوم خضنا مباراة تدريبية على أساس نقف على مستويات اللاعبين والتجانس بينهم وين وصل. الحمد لله طلعنا من المباراة هذه اليوم تقريبا يعني بإيجابيات كتير، في بعض الشغلات حنشتغل عليها الفترة الجاية. بتمنى ان شاء الله، انا بعرفش كيف مستويات البطوله، بس احنا ماخذين منتخب بمثل فلسطين من المحافظات الجنوبيه، بتمنى ان شاء الله نقدر ننافس على البطوله في فرنسا ان شاء الله. انت اسلم لنص الملعب من قدامك او بتلعب لنص الملعب من بيطلع، اذا شفته طلع انت عدل الجول. ايش يا زوري تمام؟ روح غسل لا فيش وقت للتغسيل كتلك.